بسم الله الرحمن الرحيم، ويعطيكم العافية ومشكورين على حضوركم وتفاعلكم مع أنشطة وبرامج جمعية المحامين اللي قاعد تلامس فيها جميع ما يطرح في على الساحة المحلية. اليوم قاعد نتكلم عن تأخير طاف 50 يوم، وقلنا نلجأ حق منه؟ لا، نلجأ حق أهل الاختصاص على أساس نعرف شنو اللي قاعد يصير عندنا. فعالية اليوم من جمعية المحامين عندنا ندوة بإذن الله بعنوان الفترة الزمنية للتشكيل الحكومي بين الرأي الدستوري والموائمة السياسية. ضيوفنا بإذن الله بيكونون البروفيسور الدكتور إبراهيم الحمود، وهو أستاذ القانون العام بجامعة الكويت، والدكتور محمد منور المطيري، وهو محامي ممارس مقيد أمام المحكمة الدستورية وتمييز، والدكتور فواز الجدعي، وهو أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت. بإذن الله راح تكون ندوتنا عبارة عن فسحة لأساتذتنا ودكاترتنا يدلي كلهم بدلوه خلال ربع ساعة، ثم ننتقل إلى المتحدث الثاني. نبدأ مع الدكتور إبراهيم الحمود. تفضل دكتور إبراهيم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. في البداية في الحقيقة نشكر جمعية المحامين على تنظيم مثل هذه الندوات، مثل هذه الفعاليات التي يعني تجاوب مباشر مع الوقائع والأحداث في الدولة. أشكر زميلي يعني رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق دكتور فواز، وأشكر أستاذنا منور الدكتور المحامي. إحنا اليوم في الحقيقة لكي نجيب على هذا السؤال المطروح، وهو الفترة الزمنية اللازمة لحكومة التصريف العاجل من الأمور، أو هل هناك فترة زمنية لازمة لها أم أن المسألة ليس لها تحديد؟ في حقيقة الأمر والواقع إحنا يجب أن ننطلق من المادة 103 من الدستور. المادة 103 من الدستور تنص صراحة على أنه إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه. هذا النص في الحقيقة من الدستور لم يتم تحديد حدوده ولا محدداته، فلم يعرف في البداية، ثم لم يبين ما هي مقتضياته، ما هي حدوده القصوى، ما هي المدد اللازمة الدنيا أو القصوى للبقاء في هذا الوضع اللي هو تصريف العاجل من الأمور. أنا في الحقيقة إذن يقتضي الأمر منا أن نعرف في البداية مفهوم تصريف العاجل من الأمور، ثم بعد ذلك نقول نجاوب على الأسئلة الباقية، وهي مدة هذا التصريف من ناحية، ومن ناحية ثالثة علينا أيضا أن نبين يعني الحلول سواء من ناحية دستورية أو حتى من ناحية سياسية. أنا في الحقيقة شخصيا أعرف يعني تصريف العاجل من الأمور تعريف سلبي، وأقول بأن العاجل من الأمور هو تلك المسائل التي يترتب على عدم تصريفها اضطراب المؤسسات الدستورية في الدولة، ثانيا المساس بسير المرفق العام بانتظام واضطراد يعني بإشباع الحاجات العامة، ثالثا الإخلال بقواعد الضبط الإداري. فأي مسألة تتعلق بإحدى هذه خلنا نقول القواعد سوف يترتب عليها أو سوف نعتبرها تصريف العاجل من الأمور. في القانون المقارن المقصود بتصريف العاجل من الأمور يعني المسائل خلنا نقول الروتينية من ناحية، والمسائل الضرورية، والمسائل التي يترتب على عدم اتخاذها تأثر سير المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة. هذه هي في الحقيقة خلنا نقول الجوانب الأساسية لهذا المفهوم، لمفهوم التصريف العاجل من الأمور. الدستور الكويتي في المادة 103 قال بأن إذا قدم رئيس الوزراء استقالته أو أي وزير من الوزراء فإنه يتعين عليه أن يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه، سواء كان رئيس مجلس الوزراء إذا مجلس الوزراء الوزير الوزارة إلى حين تعيين خلفه. المادة في الحقيقة 103 هذه الواردة بالدستور هذه أتت يعني طبعا لا شك بالترقيم بعد المادة 101 و 102. المادة 101 تتكلم عن الاستجواب وإمكانية طرح الثقة، والمادة 102 تتكلم عن أيضا استجواب رئيس مجلس الوزراء وإمكانية إعلان عدم التعاون. المادة 103 هي النتيجة لهاتين المادتين. إذن
قد يترتب على الاستجواب تقديم الاستقالة. طبعا طرح الثقة ليس الداخل بالموضوع أنه سوف يخرج مباشرة ويخلف غيره حتى لو كان بالتكليف. وأيضا رئيس مجلس الوزراء الذي قد بناء على الاستجواب يتم إعلان عدم التعاون معه وقد يترتب على عدم التعاون. أما إقالة الوزارة أو حل المجلس وفق الأحكام الدستور. إذن ما هي الآثار التي تترتب على ذلك؟ طبعا لا شك بأن يعني إذا المادة 103 وتناقش هذه المسألة بالتحديد. أيضا أتت المذكرة التفسيرية وتقول بأن مجرد تلويح طرح الثقة، مجرد التلويح بعدم إمكان التعاون، المفروض هذا بحد ذاته كافي بأن يقدم هذا الوزير استقالته لأنه أصبح غير مرغوب شعبيا. إذن هذه هي في الحقيقة خلنا نقول الدوافع التي تؤدي إلى وجود حكومة اللي هي تصريف العاجل من الأمور. في بالدستور الكويتي لم يتخيل المشرع بأن المجلس لا يجتمع إلا في حدود دنيا. فالمادة 106 أجازت لسمو الأمير أن يؤجل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر على الأكثر. وإذا كان في الحقيقة هناك في رغبة لزيادة هذه المدة، المجلس هو الذي يتخذ القرار. هذا من ناحية، والتأجيل يكون لمدة شهر ليس أكثر. من ناحية أخرى أيضا نص الدستور في الحقيقة يعني لو نشوف أن حتى في المادة 83 من الدستور قالت بأن عمر مجلس الأمة 4 سنوات من تاريخ انتخابه، ويجرى التجديد للمجلس. متى يجرى التجديد؟ مو بعد الانتخاب، مو بعد الانتخابات، لا، في الشهرين السابقين لنهاية مدته. بمعنى أنه يتعين أن يتم الانتخاب المجلس الجديد، والمجلس القائم لا يزال موجود وقد يمارس اختصاصاته إلى أن هذاك يستلم بدال السلطة. فإذا الدستور لم يتخيل في يوم من الأيام أن يكون المجلس ما يجتمع. حط في الحقيقة يعني أيضا بعد ذلك إذا حاولنا ندخل شوي بالتفاصيل ونتكلم عن تشكيل الحكومة، متى يكون تشكيل الحكومة وما هي الفترة الزمنية، هل رتب الدستور فترة زمنية معينة؟ نشوف على سبيل المثال المادة 87 من الدستور والمادة 86 من الدستور. المادة 37 شو تقول؟ تقول بأن على أن مجلس الأمة يجتمع بعد الانتخابات في الأسبوع الثاني الذي يلي إعلان النتائج، فإن لم يصدر المرسوم فإنه يجتمع في اليوم التالي. إذن مدة الأسبوعين هي المدة القصوى لاجتماع المجلس. في المادة 86 تتكلم عن أدوار الانعقاد، اللي هو دور الانعقاد الثاني والثالث والرابع، لأن الأول عالجتها المادة هذه لأن قد ما يكون في شهر أكتوبر. المادة 86 تقول بأن يجتمع المجلس، نعم، المرسوم يصدر لاجتماع المجلس في شهر أكتوبر. ليش؟ لأن نعلم إحنا بأن دور الانعقاد مدته 8 أشهر، فإن بدأ في أكتوبر فينتهي في شهر مايو، فعندنا شهر 6 و7 و8 و9 هذه العطلة 4 أشهر، ثم بشهر 10 يجتمع. إيش قالت المادة 86 وهي ترتب هاي المسألة؟ قالت بأن يكون اجتماع المجلس في شهر أكتوبر، فإن لم يدعى أو لم يصدر المرسوم لدعوته في أول أكتوبر فإن يجلس متى أو يجتمع متى؟ في السبت الثالث من شهر أكتوبر، يعني أيضا أسبوعين، والسبت اللي بعده يكمل الأسبوعين. فإذا نتكلم عن مدة 15 يوم، أو يعني هذه يبدو من ناحية تفسير صحيح أن المادة 103 يعني من ناحية والدستور كله برمته لم يبين المدة القصوى التي يمكن يعني حكومة تصريف العاجل من الأمور أن تستمر فيها. ما في نص صريح بذلك، ولكن إحنا يعني كرجال قانون، كمتخصصين، كفقهاء، وأيضا بالنسبة للقضاء يستطيع أن يستنتج أو يفسر نصوص الدستور، ويكون تفسير نصوص الدستور دائما بهذا التفسير الشمولي باعتبار المواد هذه تسند بعضها البعض. هذا من ناحية ثانية. طيب المحاذير اللي إحنا يعني امتداد اليوم حكومة التصريف العاجل من الأمور
وتصريف العاجل من الأمور، هل يمكن أن يستمر هذا التصريف إلى الأبد؟ هل يمكن أن يستمر لمدة فصل تشريعي كامل؟ هل يمكن أن يستمر لمدة دور انعقاد؟ هل هناك في أجل معين؟ احنا بينا إذن المادة 86 المادة 87 وأيضا نصوص الدستور المتفرقة والمادة 103 تأتي بعد هذه بعد هذا الحديث عن هذه المدد. فيمكن إذا رتبنا هذه النصوص ودخلناها مع بعض البعض نستنتج قد يعني قد يكون رأي مقبول بأن نستنتج بأن المدة القصوى هي أسبوعين، لأن من غير المقبول أن يكون هناك في فراغ بالحقيقة بالحكومة، لأن يعني هذه الحكومة اللي هي حكومة التصريف العاجل من الأمور في موضوعات يعني في القانون المقارن لا تستطيع أن تدخل فيها، وهي الموضوعات المتعلقة بالصرفيات يسمونها، يعني هي تدخل في القرارات اللي هي اليومية الروتينية، تدخل في المسائل الضرورية، وتدخل في الموضوعات التي يترتب على فواتها ضرر للدولة، والضرر المقصود فيه هو الضرر الحال الذي لا يمكن توخيه. فإن هذه الموضوعات هي اللي تواجهها الحكومة المستقلة. فهل تستطيع هذه الحكومة المستقلة تصريف العاجل من الأمور أن تبرم عقود؟ يعني إذا لو نفرض أنه قد صدر قانون القرض العام، زين، هل إبرام العقود هي عقود القرض، هل تقدر هذه الحكومة أن تتصدى له وتبرم عقود؟ هل تقدر هذه الحكومة أن تسحب أموال من الاحتياط العام للدولة؟ هل تقدر هذه الحكومة أن مثلا تنشئ هيئات، تنشئ مؤسسات؟ هل تقدر هذه الحكومة أن تعين يعني موظفين قياديين؟ أو هل لهذه الحكومة مثلا، أو هل يعتبر هذا من تصريف العاجل من الأمور؟ على سبيل المثال المرسوم بالعفو الخاص، هل هذا من العاجل من الأمور؟ يذهب بعض الفقهاء يقول هذا ليس من العاجل من الأمور، لأنه لا يتعلق بالسلطات العامة من ناحية، لا يتعلق بسير المرافق العامة، كما أنه لا يتعلق بالضبط الإداري. أنا أقول لا، أن في أحوال كثيرة تبقى هذه المسائل موضوعية، لأن قد يكون مرسوم العفو هو من أجل مصلحة وطنية، قد يكون من أجل لم يعني هذا خلينا نقول التفرق اللي صار في المجتمع الهدف من وراء تحقيق اللحمة الوطنية، فإذا أصبح ضرورة في هذه الحالة يمكن أن نلجأ له. السؤال يعني قبل الأخير للأسئلة، هل هذا المرسوم أو عفوا هل هذه الحالة، حالة اللي هي تصريف العاجل من الأمور، هل هذه المسألة مسألة سياسية بمعنى أن السلطة هي اللي تقدر هذه الحالة، أم أنها مسألة موضوعية بمعنى ثاني، هل هذا عمل من أعمال السيادة؟ هل هذه مسألة سياسية لا يجوز للقضاء أن يراقبها ويرتب عليها نتائج؟ نرى بأن أنا في رأيي أن هذه المسألة مسألة موضوعية، ومن ثم تخضع لرقابة القضاء. ليش مسألة موضوعية؟ لأن موضوعاتها ما تتعلق في المسائل السياسية في الكثير الغالب الأعم منها. فإذن قد يراقبها القاضي الإداري، نعم القاضي الإداري يراقب القرارات التي تتخذها الإدارة بحجة أن هذه من تصريف العاجل من الأمور، وتكون مسألة تصريف العاجل من الأمور من البواعث أو هي السبب في القرار الإداري. فالقاضي يراقب السبب، هل سبب البعث عليه هي هذه اللي هي تصريف العاجل من الأمور، ومن ثم إذا كان القرار هذا مشوب بهذا العيب أنه ليس هذا الحالة الواقعية له أو القانونية، قد يترتب عليه إلغاء القرار الذي صدر بناء على ذلك. أيضا قد يكون هذا الغاية من القرار، يعني الغاية تحقيق المصلحة العامة، أم إن الغاية تحقيق مصلحة خاصة، ومن القاضي إذن يراقب هذه المسألة من هذا الصدد. كذلك أيضا القاضي الدستوري، هل القاضي الدستوري يراقب هذه يعني هي اللي هو وجود هذه الحالة المستعجلة، الحاجة اللي تقتضي صدور هذه المسألة؟ يعني مثلا هل يمكن حل مجلس الأمة اليوم؟ هل يمكن أن هذه الحكومة في تصريف العاجل من الأمور يعني تقدم مشروع لسمو الأمير بحل مجلس الأمة، أم ما تقدر؟ نقدر نقول يعني لأن في عندنا سابقة بالكويت أنه، ولكن ذيك السابقة رئيس مجلس الوزراء تغير، هل هذا رئيس مجلس الوزراء الحالي هو نفسه السابق؟ بس لكن هل هو هذا نفسه السابق؟ أنا في رأيي لا، هو موسى، هو هذا غير، هو نفس الاسم بس هو هذه شخصية تختلف عن هذه. إذن هذه وزارة جديدة غير عن تلك الوزارة، هذه الوزارة الجديدة يعني
وهي لم تحلف اليمين بعدها، ما حلف اليمين هو أمام المجلس، هل يستطيع أن يقوم بأعمال في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا ما يقدر أن يقوم بهذه المسائل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ لأن حتى نعتبر إحنا، وأنا من الأشخاص اللي يعني أؤمن بنظرية أعمال السيادة، فإذا كان الباعث السياسي يمنع القضاء من رقابته، فيشترط ذلك أن يكون في هذه الأعمال اللي في العلاقة بين السلطتين وهم قادرين يتعاملون مع بعضهم البعض. لأن اليوم مجلس الأمة لا يستطيع أن يستجوب رئيس الوزراء، مجلس الأمة اليوم ما يقدر يعني عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، لأن هذا لم يحلف اليمين أمامه بعده، هذا بالنسبة له لا يمكن أن يتعامل معه كرئيس وزراء حالي، يعني وإنما هل يتعامل معه كرئيس وزراء سابق أم أنه هو حل محل في المادة 103؟ لأن المادة 103 أيضا غير واضحة المعالم، تتكلم عن أنه إذا أي وزير من الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء قدم استقالته فإنه يصرف العاجل من المرء إلى أن يتم تعيين خلفه. اليوم في الحقيقة صدر تعيين خلفه، يعني الوزير ذاك رئيس مجلس الوزراء السابق صدر تعيين خلفه، هذا رئيس مجلس الوزراء صدر في أمر أميري غير عن ذاك الأمر الأميري، فهذا غير عن هذاك. ومن ثم هل معنى ذلك أن رئيس مجلس الوزراء الحالي يتعامل بذات بحكومة سابقة بوزراء سابقين؟ إذن سوف نعيد إلى نفس النقطة الأولية وهي عدم دستورية هذا الحل. إن تم المسألة الأخيرة في الحقيقة اللي ودي أيضا أبينها، ما هو الحل؟ شنو الحل الذي أمامنا؟ هل نلجأ إلى المحكمة الدستورية نطلب منها تفسير نص المادة 103 تبين لنا حدود هذا تصريف العاجل من الأمور، محدداته، تعريفه، إرهاصاته، قواعده، أحكامه، مدته؟ هل نلجأ للتفسير في 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 هذا الأمر؟ طبعا احنا كرجال يعني كأساتذة خلينا نقول بالقانون في الجامعات، يعني بين قوسين فقهاء يسموننا، يعني احنا ما نحب اللجوء للمحكمة الدستورية للتفسير، ما نحب، لأننا نعتبر ان التفسير هذا تعديل للنصوص بغير الطريق الذي رسمه الدستور. ولكن هو موجود، يعني هل نلجأ للمحكمة الدستورية للتفسير؟ هل مجلس الأمة يلجأ إذا الحكومة ما تبي تلجأ؟ هل من حق مجلس الأمة طبعا يلجأ للمحكمة الدستورية يطلب منها تفسير نص دستوري؟ هل يلجأ للمحكمة الدستورية؟ هذا حل. الحل الثاني، هل يطعن أحد الأفراد بعدم دستورية لائحة صدرت خلال هذه الفترة وعدم دستورية اللوائح تنظر لها المحكمة الدستورية؟ سواء كان الطعن هذا طعن مباشر ممكن لأي شخص من الأشخاص قد هو لمسته هذه اللائحة في تطبيقها أو في أحكامها، ومن ثم يعني وفقا لقانون الطعن المباشر لسنة 2014 ممكن لأي فرد من الأفراد أن يلجأ لذلك. كذلك أيضا يستطيع اليوم في الحقيقة يعني أي محامي من المحامين، وإحنا ما شاء الله يعني المحامين الكويتيين مقتدرين وعندهم تلك القدرات، ويعني الوصول للمحكمة سواء الدستورية أو الإدارية ممكن. أمام المحكمة الإدارية نطعن في قرار إداري ونثير أمامه موضوع اللي هو رقابة القاضي الإداري لما يسمى بتصريف العاجل من الأمور، لأن المحكمة الإدارية راقبت حالة الضرورة، وإن كان يعني حالة الضرورة ومن ثم اتخاذ المراسيم بشأن حالة الضرورة أو القرارات تنفيذا لحالة الضرورة راقبتها المحكمة الإدارية وراقبتها المحكمة الدستورية. فإذا بهل يعني بالإمكان نلجأ نقدم طعون في قرارات موجودة حتى لو كانت قرارات فردية، يعني ولكن استندت فيها الإدارة إلى هذه الظروف وعينت لها مثلا خلنا نقول أحد القياديين، أو حتى قامت مثلا بشغل وظيفة معينة، أو حالة أشخاص لحالة التقاعد، هذه هل تعتبر هذه من ضمن أو مو من ضمن تصريف العاجل من الأمور؟ ومن ثم يتاح المجال للقضاء بأن يقول رأيه، لأنه يعني ما عندنا تجارب قضائية في الحقيقة، أحكام قضائية في هذا الموضوع. أنا في رأيي يعني هذه النقاط بسيطة نقدر نتكلم فيها في هذا الموضوع، ونشكر بالنهاية جمعية المحامين على تنظيم مثل هذه الندوات، ويعني نتمنى أن نكون دائما متواجدين مع الجمعية، وهذا الصرح العظيم في الحقيقة، هذا الصرح الكبير، هذا اليوم الجمعيات التي لها هذا الدور الإيجابي في المجتمع. ولا شك بأن يعني إثارة هذا الموضوع بحد ذاته يمكن خلى مجلس الوزراء أمس يقول إحنا قربنا يمكن اليوم أو باكر نعين الوزارة الجديدة. شكرا جزيلا. كل الشكر للدكتور إبراهيم الحمود على ما أثرى به وأجاد كمتحدث أول في ندوتنا. ننتقل الآن إلى المتحدث الثاني الدكتور محمد منور المطيري، ويثرينا بالفقه القانوني وهو محامي ممارس متخصص في هذه الأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا للسادة جمعية المحامين على إقامة مثل هذه الندوة المهمة وفي توقيت مناسب، وتشرفت بالمشاركة مع السادة الأساتذة أصحاب الاختصاص في موضوع الندوة، وهذا شرف عظيم حقيقة. أنا يعني ببدأ من حيث ما انتهى دكتورنا الفاضل إبراهيم الحمود في وضع الضوء على معاني مهمة في موضوع الندوة تتعلق بتعريف حكومة العاجل من الأمور، وعرج فيها الدكتور إلى نقاط مهمة أغناني عن الخوض فيها. وأحب أن أتناول الموضوع من زاوية مختلفة أو من رؤية أخرى، أني أحاول أن أتساءل معكم الآن عن سبب هذه الإشكالية اللي تكررت يعني خلال عقود بيّنت فيها الحكومة تمهلها الواسع في تشكيل حكوماتها، وأسهم ذلك حقيقة في مشكلة أكبر، وهي تعطل أعمال مجلس الأمة وتعطل اجتماعاته، استنادا إلى فهم قد يتفق مع البعض ويختلف تتعلق بأن حضور الحكومة لازم لصحة اجتماعاتها. الإجابة على هذا السؤال حقيقة تغنينا عن إيجاد أي حلول لمعالجة تأخر التشكيلات الحكومية، لأن لو كانت الحكومة لو كان حضور الحكومة غير لازم لصحة انعقاد المجلس لاجتمع مجلس الأمة وباشر وظيفته البرلمانية في غياب الحكومة، ولحرصت الحكومة أكثر من الآخرين على سرعة تشكيلها والعودة مرة أخرى إلى نطاق الوظيفة التشريعية مع أعضاء مجلس الأمة، ولا يمكن أن تقبل الحكومة بأي حال من الأحوال أن تكون هناك استماعات دائرة ومنعقدة وتشريعات تناقش في غيابها. لذلك أنا أريد أن أناقش يعني هذا الموضوع من زاوية، هل حكومة حضورها في جلسات المجلس ضروري لصحة انعقاد الجلسة من عدمه؟ أنا أعتقد هناك شبه إجماع من الفقه الدستوري، والسادة الزملاء معي أكدوا على أن حضور الحكومة غير لازم لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة، وبالتالي على الحكومة واجب دستوري أن تقوم بتشكيل حكومتها بأسرع وقت والعودة إلى إلى اجتماعات مجلس الأمة. ولكن اللي حاصل أن الحكومة وجدت أن هذا الفهم أو هذا الممارسة اللي مارستها عبر عقود في غيابها عن جلسات البرلمان بسبب إعادة تشكيل الحكومة سبب سهل لتعطيل أعمال البرلمان، وهذا الحقيقة قول يصادم المضامين الكبرى في الدستور، لأن الدستور في مواضع مختلفة أكد أن مجلس الأمة لا يمكن أن تعطل أعماله تحت أي ظرف، وحتى في حالة الحكم العرفي لو أعلنت حالة الحكم العرفي في البلاد من الممكن تعطيل جميع نصوص الدستور إلا ما يتعلق بحصانة أعضائه وبانتظام واضطراد جلسات مجلس الأمة. أيضا سمو الأمير يملك تأجيل مجلس الأمة لمدة شهر، ولا يملك أن يقوم بإيقافه أكثر من ذلك إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة. وهناك أيضا مواضع أخرى في الدستور تؤكد أن جلسات مجلس الأمة لا يمكن أن تتعطل، لأن مجلس الأمة مرفق أساسي وركن رئيسي في إدارة الدولة، ولا يمكن لنظام الحكم أن يستمر في غياب اجتماعات مجلس الأمة. لكن اللي حاصل اليوم أن مجلس الأمة قاعد يتعطل شهور متعاقبة بسبب استقالات حكومية، ووجدت الحكومة يعني سلطة خارج نصوص الدستور تمكنها من تعطيل جلسات المجلس، فملكت حقيقة أكثر من ما يملك سمو الأمير في موضوع إيقاف جلسات مجلس الأمة لمدة شهر. هذا القول بطبيعة الحال يعارض مبدأ رئيسي في الدستور، وهو مبدأ فصل
السلطات الذي يفرض على جميع السلطات أن تقوم باختصاصاتها المنصوص عليها بالدستور وأن تتعاون مع بعضها البعض. وغياب الحكومة عن جلسات مجلس الأمة هذا تعطيل رئيسي لنظام الحكم وتعطيل لوظيفة برلمانية تستدعي عليها أن تبادر إلى سلامة التشكيل الوزاري والعودة إلى صحة اجتماعات مجلس الأمة حتى تمارس دورها المنصوص عليه في الدستور. طبعا ذكر الدكتور إبراهيم المواعيد المقررة في الدستور لوجوب تشكيل الحكومة، وذكر حالتين، حالة حل البرلمان حيث أوجب الدستور أن تجرى الانتخابات خلال شهرين، وفي حالة انعقاد وكذلك وجوب أن تكون الحكومة مشكلة خلال فترة أسبوعين، واتخذ بعض الفقهاء من هذه المدتين فهم أن هذه المدتين اللازمتين لتشكيل الحكومة. وطبعا ليس هناك نص صريح مثل ما تفضل الدكتور إبراهيم في موعد تشكيل الحكومة إلا هاتين المادتين، وهذا التشكيل خاص بحالات معينة ولا يعني بحال من الأحوال أن يتخذ من أي فهم أو أي نص في الدستور سببا لتعطيل أعمال المجلس. لذلك كانت وجهة نظري أن يعني أتناول هذا الموضوع من زاوية تعطيل أعمال مجلس الأمة، لأن أجد أن في هذا الأمر هو لب المشكلة وحلها، وهنا يكمن الداء مثل ما كما يقال والدواء. فإذا تم تأكيد هذا الفهم على أن الحكومة حضورها غير لازم لصحة انعقاد المجلس، وبالتالي ليس هناك يعني أهمية كبرى لمناقشة مدة التشكيل إلا فيما يتعلق بسلامة الأعمال الحكومية، إذ يوجب الدستور على الوزير المستقيل أن يقوم بتصريف العاجل من الأمور، فإذا تناول مسألة أو قام بتصرف في نطاق عمل خارج عن هذا المفهوم قد يكون هناك بطلان في عمل الوزارة. أما ما بعد ذلك فأنا أعتقد أن النقاش يجب أن يتم التركيز فيه على أن 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 صحة انعقاد المجلس وصحة اجتماع البرلمان لا يعني بشكل أو بآخر حضور الحكومة. هذا الفهم تؤكده مجموع نصوص الدستور، ومن المؤكد أن النص الدستوري لا يمكن أن يفهم باستقلال عن بقية النصوص الأخرى. ويقول يعني وتقول أحكام المحكمة الدستورية أيضا في هذا المضمون ما يؤكد أن نصوص الدستور مجتمعة يمكن من خلالها أن تفهم المضامين الدستورية اللازمة. من المضامين الدستورية اللازمة أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة، ومادة 6 من الدستور طبعا تؤكد على وتعاضدها في ذلك المذكرة التفسيرية أن شعبية الحكم يجب أن تتسم بشكل واضح في أي مظهر من مظاهر العمل الحكومي، وأن تكون شعبية الحكم مظهرا لنظام الحكم. طيب شعبية الحكم لا يمكن أن يتم يعني تطبيقها في غياب اجتماعات مجلس الأمة، وبالتالي هذا التعطيل يصادم أيضا ركن أساسي في نظام الحكومة وهو مبدأ فصل السلطات، حيث منحت الحكومة حسب الفهم اللي يرى أن غياب المدة الدستورية اللازمة لتشكيلها، هذا الفهم عطل مرفق عام وهو السلطة التشريعية، وعطل بالتبعية الرقابة السياسية اللازمة على أعمال الحكومة، لأن حاصل الأمر كما نشاهد حاليا أن هناك حكومة تمارس أعمالها ومجلس الأمة عاجز عن مراقبتها وعن تفعيل أدوات الرقابية والسياسية في مواجهتها. من وجهة نظري أن علاج هذا الأمر لا يمكن أن يكون من خلال الساحات القضائية،
لأن هناك مسائل سياسية يمتنع على القضاء أن يخوض فيها ويضع لها حلول. وأعتقد أن الحل دائما يكون يعني في الملعب السياسي. ولعل ما شاهدناه مؤخرا في وسائل الرأي العام عن امتعاض كثير من السياسيين والنواب من تأخير التشكيل الحكومي، واعتبروا أن ذلك يشكل تقصيرا سياسيا يستدعي المساءلة. وطرح أحد النواب احتمال مساءلة رئيس الوزراء عن تعطيل البرلمان وتأخير التشكيل الحكومي، وهي يعني قد تكون هذه المساءلة حلا يفرض على الحكومة الاستعجال بتشكيل وزرائها حتى لا يكون ذلك مدخلا لمساءلتها سياسيا في مجلس الأمة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل رئيس مجلس الوزراء يحاسب على تأخير تشكيل الحكومي؟ من وجهة نظري، وأتشرف في سماع رأي السادة الزملاء الدكاترة الحاضرين، من وجهة نظري نعم، تقوم مسؤولية رئيس الوزراء السياسية عن تأخيره في تشكيل الحكومة وتأخيره بالتبعية إلى تعطيل أعمال البرلمان. يعني مثل ما أكدنا أن هذا الموضوع يجب أن هو موضوع سياسي، ويجب أن يتم حله من خلال المساءلة السياسية وليس من خلال الطعن أمام المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية قد نتفق وقد نختلف مما تقرر من أحكام، ويظل احترامها واحترام شخوص القضاة يعني محل لا مجال للمزايدة أو يعني التشكيك فيه. ولكن هناك أحكام للمحكمة الدستورية اختلف معها جانب كبير بالفقه، وبالتالي أصبح من الأنسب ومن الأفضل إبعاد القضاء عن الخوض وإبداء رأيه في المسائل التي تحتمل على طابع سياسي، لأن القاضي بطبيعة عمله لا يمكن أن يحيط بالجوانب السياسية، بل هي مهنة رجال السياسة. وحتى لو خاض وأبدى رأيا، هناك من يعارض وهناك من يؤيد، وهناك من يستفيد وهناك من يخسر. ولذلك من المهم جدا أن يتناول الفقهاء ورجال السياسة معالجة الجوانب السياسية، ومنها معالجة موضوع الندوة، حتى يتم وضع حد فاصل يؤكد على وجود حاجة إلى سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، ومنها اجتماعات مجلس الأمة، وكذلك سرعة قيام الحكومة بتشكيلها وممارسة واجبها كسلطة تنفيذية تحت رقابة البرلمان. شاكر لكم باختصار، يعني أنا ما عندي شيء أقدر أضيفه بعد الكلام اللي قاله الدكتور إبراهيم، ولكن حبيت أن أتناول الموضوع إلى تسليط الضوء على أهمية معرفة حقيقة المشكلة خلف تأخير التشكيلات الحكومية، وهي تعمد تعطيل اجتماعات مجلس الأمة لفترة تمكن الحكومة من إعادة أوراقها سياسيا، و التعامل مع الضغوطات التي تواجهها أثناء الأزمات السياسية. شاكر لكم حسن اتباعكم، وأعتذر عن الإطالة. كل الشكر للدكتور محمد منور المطيري، المحامي الممارس والمقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، على ما أثر به. ننتقل في كلمتنا إلى الدكتور فواز الجدعي، وهو أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت. بس دكتور فواز، بعد ما طرح الموضوع من قبل الدكتور إبراهيم الحمود، وطرح خمس نقاط من ضمنها تساؤلات وفرقات تشريعية، والدكتور محمد منور تكلم عن أن طبيعة معالجة الأمور يجب أن يكون لرجال السياسة يد فيها، حتى أن هذه الأمور يعني أصبحت تشكل تساؤلات كبيرة. هل إحنا بصفتك أستاذ قانون دستوري أمام فراغات تشريعية تحتاج معالجة؟ ما هي الأدوات اللي ممكن إحنا نفعلها أو نقترحها للقادم الأمور حتى ما تتكرر مثل هذه الأفعال اللي وصلت البلد إلى شبه تعطيل للصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية ممثلين نواب البرلمان،
ماهية القرارات اللي قاعد تتخذها الوزارة أو الحكومة في ظل عدم قسمها لتمارس صلاحياتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر جمعية المحامين على هذه الدعوة الكريمة، وتشرف بحضور مع الأساتذة والزملاء دكتور إبراهيم حمود دكتور محمد منور. الإشكالية تكمن في أن المشرع الدستوري عندما وضع النصوص الدستورية كان يتلمس النظم المختلفة، بمعنى يرى ما هو موجود في النظام البرلماني A وما هو موجود في النظام الرئاسي B، ويأخذ ما يناسبه من نصوص تتلائم مع الواقع الكويتي. هذه المسألة تشكيل الحكومات وغيرها المسائل من المسائل المعقدة جدا، على اعتبار أنها ترتبط بالملائمة السياسية، ولذلك ذكرها نصا وتحديد مدد تحديدا دقيقا أمر من الصعب بمكان حقيقة، خاصة إذا أخذنا التجربة الإنجليزية، وإحنا نستمد غالب أعرافنا ونصوصنا البرلمانية من هذه التجربة، هي عبارة عن قيم برلمانية وتقاليد وأعراف. فالجماعة ليست لديهم مدد في هذه المسألة، لكن عندهم خطوات في مسألة تشكيل الحكومة. بريطانيا بالنهاية لديها أحزاب، الحكومة تشكل أما من حزب حائز على الأغلبية أو من خلال ما يسمى بالكواليشن اللي هو الائتلاف بين التيارات المختلفة. عملية اختيار رئيس وزراء وتشكيل الحكومة خاضع للمناقشة والمفاوضة ما بين من سيترأس الحكومة، لذلك عندهم خطوة في شخص اسمه انفورماتير، هي كلمة فرنسية يعني محاولة إنجليزية، والفورماتير اللي هي المدلي بالمعلومات ثم المشكل. مدلي المعلومات هذا دوره أنه يتلمس ما هي التيارات الموجودة في البرلمان عبر آخر انتخابات، لذلك تشكيل كل تيار وكل حزب، هل إذا عندنا حزب واضح لديه الأغلبية، واضح أن رئيس هذا الحزب أو من يمثله سيكون هو رئيس الحكومة دون وجود نزاع، وبالتالي عملية إطالة أمد تشكيل حكومة تتلافى. الإشكالية لديهم إذا كان عندهم نوع من النواع الكوليشن اللي هو الائتلاف، هني نحتاج أن نفاوض، نعم هذا التيار وهذا الحزب نعطيكم هذه المقاعد، هل توافقون على هذا البرنامج؟ فيتم هناك عملية تفاوض قد تأخذ مدد وقد لا تأخذ هذه المدد، ولكن نرى أن المدد حتى في هذه النظم البرلمانية في أوروبا لا تتجاوز المعقول، يعني مدد منطقية. صحيح كان هناك استثناءات، يعني الانتخابات المعروفة في بلجيكا 2010-2011 أخذت ما يقارب 540 يوم لتشكيل الحكومة. في برلمان ألمانيا 2013 جلسوا 85 يوم ثم توصلوا إلى خاص نعطي مرة ثانية أنجيلا ميركل تشكل عبر ائتلاف الأحزاب، لأن ألمانيا ذاك الوقت كان لديهم فقط 4 أحزاب، اليوم عندهم 6 أحزاب، لكن تم المؤامرة بين التيارات وتم تشكيل حكومة ائتلاف. احنا هذه العلة ليست موجودة عندنا بالكويت، الكويت بلد جدا بسيط تعداده قليل، لا يوجد عندنا تيارات رسمية، فعلة إطالة الأمد في التفاوض مع الكتل والأحزاب ليست موجودة. انت عندك مكونات اجتماعية تأخذ منها ما تشاء، وقد يكون لها بعض الاعتبارات السياسية وهي كذلك، وإن كانت هذه العلة نوعا ما قد لا تكون موجودة عند بداية الفصل التشريعي، فهي من باب أولى في هذا الميعاد ليست موجودة. الشيخ صباح الخالد كان رئيس حكومة عند بداية الفصل التشريعي في عام 2020، الآن احنا هي ذات الحكومة أو حكومة جديدة في نفس البرلمان، وبالتالي علة التفاوض مع الكتل السياسية داخل البرلمان ليست قائمة، باعتبار أنه يفترض أن تكون قائمة آنذاك. ما يحصل يعني لنرجع خطوة مرحلة المشاورات التقليدية، سمو الأمير عندما يستدعي رؤساء الوزراء السابقين ورئيس مجلس الأمة ورؤساء مجلس الأمة السابقين ورؤساء الجماعات السياسية كما وصفها الدستور في المذكرات التفسيرية، فهذه معناته أنه يستدعي أصحاب الرأي السياسي وأصحاب الرأي السياسي ويبدأ يناقشهم. لا شك أنه يطرح الاسم، بمعنى والله أنا أرى تصور بأن فلان هو من سيشكل. في هذه الأثناء هذا المرشح لتولي الوزارة يفترض أنه يبدأ أعمال مفاوضات مع من سيضمهم في هذه الحكومة، ثم نذهب إلى مرحلة أنه تم اختيار رئيس الوزراء. فنتكلم عن الفترة بين وجود رئيس مجلس الوزراء وبين اختيار أعضاء حكومته، هذه المرحلة هي المفصلية. لذلك لو نقرأ المادة 87 مثل ما تلاها الزملاء نجد بأن أول دور انعقاد الذي يلي الانتخابات
يدعى مجلس الأمة خلال كم أسبوعين بمرسوم، وإذا لم يدعى يعتبر مدعوا بقوة الدستور في اليوم التالي في اليوم 15. أي أن أصبح أن الحكومة ليست فقط تشكل خلال مدة، بل أن مرسوم الدعوة يصدر خلال هذه المدة. طيب إذا صدر مرسوم الدعوة في اليوم 10، معناته أصل الحكومة شكلت، والمرسوم لا يجوز أن يصدر إلا من حكومة مشكلة تشكيلا كاملا، لأن بهذا السبب أبطلت إذا تذكرون مجلس 2012. لأي سبب؟ بسبب الحالة القائمة اليوم لدينا. رئيس وزراء ناصر محمد رحل، أتى رئيس وزراء جديد اللي هو الشيخ جابر المبارك، استعار أعضاء حكومة ناصر محمد بما فيهم الشيخ صباح الخالد حاليا، كان وزيرا للخارجية، وتم استعارته في حكومة جابر المبارك دون صدور مرسوم بالتعيين، ولذلك شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في بطلان مجلس 2012. لذلك كيف يستمر نفس الشخص بهذه الممارسة؟ اليوم نجد أن بعد الأمر الأميري الصادر الأخير بتسميته رئيسا لمجلس الوزراء أصبح يجب أن يتوقف عن الاستعارة أعضاء حكومته السابقة تنفيذا لحكم الدستوري، ولا يعتبر مكرر لنفس الخطأ ومتحديا لحكم المحكمة الدستورية، وستبطل أي إجراءات أو مراسيم تمت في هذا في هذه المدة. لأن المادة 129 ماذا تنص؟ رحيل رئيس مجلس الوزراء، أو يعني طبعا استقالة رئيس الوزراء أو اعتزال منصبه، تتضمن استقالة جميع الوزراء، فبمجرد تعيين الخلف وفقا لأحكام المادة 103 باسمه بتسميته مرة أخرى رئيس الوزراء، جميع من كانوا معه في الحكومة السابقة يرحلون بقوة الدستور دون حاجة أصلا لتقرير ذلك. يظل أنه يجب أن ينفرد لوحده الآن باختيار أعضاء الوزارة، وعليه نرى بأن جميع المراسيم يجب أن لتكون مشروعة أن تصدر وفقا لأحكام المادة 128. ماذا تقول؟ اللي هو يعني اجتماعات مجلس الوزراء بحضور أغلبية أعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية. إذن كل مرسوم أصلا عبارة عن قرار صدر في مجلس الوزراء. طيب كيف يصدر مرسوم بدون وجود الوزراء؟ المرسوم الوحيد الذي يجوز أن يصدر دون إعمال حكم المادة 129 هو مرسوم تشكيل الحكومة بسبب الاستحالة المادية، لأن رئيس وزراء لوحده، فلا يقوم بأي عمل الآن سوى أن يشكل الحكومة، ثم بعد ذلك بعد ما يشكلها ويرفع عليه سمو الأمير ويوافق عليه سمو الأمير هنا يمارس الأعمال. لذلك هي الآن حكومة في حالة حرجة، أعمالها محل إبطال، ما تقوم به محل الطعن. لذلك يجب أن ينصب تركيز رئيس وزراء بشكل واضح على هذا التشكيل، خاصة وأن أعيد وأكرر بأنه شارك بعملية إبطال مجلس 2012 نتيجة هذه الاستعارة، والخلط بين حكومتين لا يجوز الخلط بينهما. فوفقا لهذا السياق أرى بأن المدة الزمنية التي حصرها الدستور في مدة الأسبوعين وفقا لإحكام المادة 87 هي المدة التي يجب أن تشكل فيها الحكومة، وأن تدعو الحكومة بمرسوم شرعي دستوري وفق موافقة أغلبية أعضاء الوزارة لهذا الأمر. فإذا قلنا بأن هذه المدة خلال بداية البرلمان ووجود أعضاء جدد لا يعلم منهجيتهم، لا يعلم مثلا خلفيتهم السياسية، تعطى هذه المدة القصيرة، فما بالنا اليوم إذا كان هو ذات رئيس الوزراء وشكل أمام ذات البرلمان وعنده الخبرة، وبالتالي عملية تعيين وزراء يفترض ما تأخذ هذا المنح ولا تأخذ هذه المدة الزمنية الطويلة دون مراعاة لأحكام الدستور. أكرر على ما قال الدكتور محمد بأن مسألة الإشكالية تكمن في الحقيقة في مسألة عدم عقد جلسات مجلس الأمة إلا بحضور الحكومة، وهو تفسير يعني منحرف جدا للمادة 116 الدستور. المادة 116 لنفصل في المسألة، بعض الدول الرئاسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح أصلا للحكومة بحضور جلسات الكونغرس، غير مسموح لها، لأن باعتبار أنه ممثل الأمة ولا يحضر فيه إلا أعضاء الأمة. في النظم البرلمانية، لأن الحكومة أصلا لا تخرج إلا من داخل البرلمان، اسمها حكومة برلمانية،
فيسمح لهم بهذا الحكم أن يتواجدون في البرلمان. احنا اخذنا نظام وسط وعليه حضور الحكومة هي ليست ميزة، هو منحة من قبل الدستور بأن يسمح له استثناء بأن يحضر جلسات البرلمان. فلذلك عندما قال ويجب أن تمثل الحكومة برئيسها أو ببعض وزرائها، وكأنه يقول يا مجلس الأمة لا تمنع الحكومة من الحضور، هذا مفهوم المادة، لا تمنع الحكومة من الحضور فلها حق الحضور. من فسر المادة قلبها رأسا على عقب، فجعل بأن الحكومة إذا ما حضرت أنت يا مجلس الأمة أصلا ممنوع من الانعقاد، وهذا تفسير منحرف جدا ويعطل يعني النصوص الدستورية، ويخل ويشرخ بشكل واضح مبدأ الفصل بين السلطات القائم على المادة 55 من الدستور، والتي لا يسمح لأي سلطة، يعني مجلس الأمة لو أراد لا يستطيع أن يتحكم في اجتماعات مجلس الوزراء، ولا يستطيع أن يتحكم في اجتماعات مجلس القضاء، والعكس كذلك، لكن يسمح للحكومة بمجرد غيابها وإهمالها أن يحرم الشعب والأمة من عقد المجلس. فهذا هو التفسير الخاطئ، لكن نحتاج رئيس برلمان شجاع يعقد الجلسة بدون حضور الحكومة، هذا الذي ينقص فقط الممارسة الدستورية. وعليه أرى بأن بالإضافة لما تفضل فيه الزملاء أن المدة هي محصورة في مدة الأسبوعين، وإذا لم ينعقد في اليوم 15، وأرى أن يعني إطالة الأمد الذي يوجد في بعض النظم البرلمانية من تفاوض بين الأحزاب العلة غير متوافرة عندنا، وعليه أرى أن هذا يعني إهمال دستوري جسيم يجب أن يتم التوقف عنده. وشكرا جزيلا على حسن استماعكم. كل الشكر للدكتور فواز الجدعي على ما أثر به عقولنا وساحتنا القانونية. أنا أبي أتيح المجال قبل فتح باب الأسئلة للتعقيب فيما بين الدكاترة على أي موضوع طرح قبل أن نتوجه الأسئلة، لو كانت في فكرة طرحها الدكتور فواز يحب يعلق عليها الدكتور إبراهيم أو الدكتور محمد، المجال مفتوح للدكاترة في التعقيب. تسمح لي أنا طبعا في هو بالحقيقة يعني مثل ما قلنا أن احنا النظام الكويتي هو نظام احنا نسميه نظام برلماني أورلياني، نظام برلماني يعني في أصله الأصل كان الدولة متجهة للنظام البرلماني، ثم بعد ذلك رأيت أن تخفف من غلواء النظام البرلماني للنظام البرلماني الفكرة الأساسية اللي بتعد عنها الدستور، وهي الرقابة والثقة من قبل البرلمان للحكومة وإقالة الحكومة، هي هذه الفكرة الوحيدة اللي خلت المشرع بالكويت الدستوري يبتعد عن النظام البرلماني ويتجه إلى يعني أخذ بعض طوابع خلنا نقول نظام رئاسي، كما أن الوزارة بالكويت هي جزء لا يتجزأ من البرلمان، وهي أيضا يعني مشكلة ثانية أن أعضاء مجلس الأمة هم أعضاء الوزراء هم أعضاء مجلس الأمة بحكم مناصبهم، فيشتركون في كل شيء في كل شيء في معادة طرح الثقة، ما يشتركون هم يشتركون في كل التصويتات في كل حتى في اختيار ما يشتركون باللجان صحيح، ولكن يحضرون اللجان ولا يمكن منحهم من حضور اللجان بحسب نصوص الدستور. فهذا بالحقيقة يعني هذا التوازن اللي احنا نعتقد بأن يعني قائم هو بالحقيقة لا يميل لمصلحة الحكومة، لذلك يعني حتى في يعني تفضل فيه دكتور فواز يعني هذا فكر خلنا نقول تقدمي، فكر تقدمي بأن الدكتور منور قال نفس الكلام أن حضور الحكومة إلى مجلس الأمة هل هو يعني شرط أولي لازم افتراضي لإنعقاد المجلس أو عدم وجوده. اليوم الفكر يتجه إلى كذي، هذا ليش؟ لأن التجربة السيئة للحكومة، الحكومة أصبحت تأخذ هذه كذريعة ومن ثم تعطل أعمال المجلس، والدستور حريص على اجتماعات المجلس، يعني شفنا أن اجتماعات المجلس حتى لسمو الأمير أن يؤجل مو يأجل المجلس، لا يؤجل اجتماعاته، يقصد في الجلسات هذه العامة ربة عبد الله السالم هذه مقصودة، زين؟ واجتماع والكلام اللي قاعد نتكلم عنه يعني اليوم مجلس الأمة شغال كل شغال في معاد اجتماعاته، فالاجتماع هو المهم، ولكن وجود الحكومة وعدم وجودها. في الحقيقة رجال الفقه خلينا نقول التقليديين في الكويت يعني مثل كتاب الدكتور عثمان عبد الملك والدكتور حالي الطباعي في كثير من الآراء الموجودة أن حضور الحكومة وجوبي، يترتب على عدم وجود الحكومة عدم انعقاد الجلسة. لأن ليش؟ لأن الحكومة هي جزء لا يتجزأ من البرلمان الكويتي من ناحية، من ناحية ثانية ما هي الوظيفة البرلمانية؟ البرلمان شو يسوي؟ يراقب، يقوم بمسائل مالية ويشرع،
الوظيفتين الرقابة هي ترى البرلمانات بالعالم ما وجدت بالدنيا البرلمانات عشان تشرع مو لا التشريع أتى بعد يعني بعد أن بعد أن قامت البرلمانات بممارسة الرقابة الرقابة البرلمانية هي الأصل من 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 الوجود وهي من أجلها تصير الاجتماعات يعني الاجتماعات الموجودة في أول بند الرسائل وكل مسائل تتعلق بهذا الرقابة فالرقابة في الحقيقة هي هذه يعني إذا يحضر المجلس وما في رقابة شو الفائدة شنو أهمية وجوده كان يكلم نفسه ففي الحقيقة الفكر يعني هذا من ناحية من ناحية ثانية قد واحد يقول يعني لأن في أكو عرف مفسر صار لنص المادة 106 بأن وجود الحكومة في الحقيقة لأن الدستور استخدم مصطلح يجب يعني والوجوب يعني الأمر يعني لابد يعني لا يمكن أن يتم قد يكون هذا التفسير يعني مقبول فلذلك العمل جرى بالكويت إذا قلنا مو عرف يعني مفسر فإن العمل قد جرى ولم تنعقد بالكويت جلسة من الجلسات في أي مجالس من المجالس وحتى في الرؤساء اللي كانوا خلنا نقول ديمقراطيين وشعبيين جدا مثل أحمد السعدون ويعني واللي قبله واللي بعده وهم يمارسون هذه هل هذا خلق عرف خلنا نقول مفسر مو عرف يعني منشئ عرف مفسر ولكن النقطة اللي أثارها الدكتور فواز في محلها أن أصبحت الحكومة اليوم في الحقيقة تستمر ذلك أصبحت الحكومة تعول على هذه النقطة يعني إحنا رأينا في الفترة الأخيرة يعني رئيس المجلس حضر كان يقول الحكومة قالت أنا ما راح أحضر قالت ما راح أحضر كان المسألة أصبحت مسألة جوازية عدم حضورها يعطل اجتماعات المجلس بالرغم أن المجلس هذا يعني لا هذا الدور وهو الممثل عن إرادة الأمة وهو الذي يقوم بهذه الأعباء يعني هاي المسألة تبقى مسألة أيضا يمكن أن يعني أنا كنت أنا ما أحب الحقيقة أن نلجأ للمحكمة الدستورية ولكن يمكن نقطع الشك باليقين بالنهاية لأن قاعد تصير المسألة في الحقيقة فيها تمادي يمكن باكر يمكن هذا اللي قال الدكتور قال لما قال مثل أن في بلجيكا 500 يوم زين بلبنان صارت أول حكومة الحريرة أول ما انتخب عون قعدوا سنتين ما في كثر قعدوا هم بدون وجود يعني وزارة هو تصريف العاجل من الأمور استمر الحريري في تصريف العاجل من الأمور فترة زمنية طويلة زين هذا بالحقيقة ما هو تداعياته ما يعني ما هو تكلفته على الدولة اليوم يعني مشكلة هذه الحكومة المستقيلة أيضا اللي هي تصريف العاجل من الأمور أنها لا تقضى على الرقابة لا يمكن أن تمارس عليها استجواب تستجوب منه إذا مقدم استقالته هو ما يستجوب زين ما تقدر تطرح الثقة بأحد منهم ولا تقدر تعلن عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء إذا وحتى يمين ما حلف قدام يعني صحيح إنه هو على فكرة رئيس وزراء جديد بس لكن أيضا شوف النص المادة 103 يعني في شوي في صعوبة لما يقول إذا قدم استقالته رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير فإن عليه إنه يصرف العاجل من الأمور طيب إذا يعني في المادة 103 مثل ما قلنا تتكلم عن يتهال بعد المادة 102 و101 طيب 102 قاعد تتكلم عن عدم التعاون يعني معناته إذا رئيس مجلس الوزراء قدم استقالته هم يستقلون معاه زين ويسمو الأمر وعين واحد طيب الوزراء الباقيين شو يصير فيهم يعني يذهب بعض الفقه يقول بأن الأوتوماتيكية ليس لهم وجود لا لأن المادة 103 قاعد تقول ويستمر كل وزير بتصريف العادل من أعمال وزارته بالرغم ان رئيس الوزراء هو اللي جايبهم مش رئيس الوزراء هم استقالوا بس عليهم تكليف دستوري بينهم عليهم يستمرون ولا شو يصير؟ صار في فراغ يعني يطلعون الوزاره يقعدون بالشارع من يدير الوزاره في 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 مسائل يجب ان تخفي يعني هل رئيس مجلس الوزراء هذا الان الشيخ صباح هل هذا صباح الخالد يعني يذهب مجلس الوزراء قاعد بروحه ياخذ قرارات بروحه الوزراء كلهم يطلعون برا وهو يسوي وزير الداخليه وزير هو يسوي كل شيء وما يصير ولا وزاره صار. زين ومن ثم فان يعني شلون تمشي الدوله فلذلك الماده 103 لما قالت بان يستمر كل واحد منهم في تصريف شؤون وزارته قال في شؤون وزارته حتى لو قدم استقالته حتى لو رئيس الوزراء يمشي ويتبدل كما حصل بالسابق يعني اللي حصل في السابق على فكره انا في رايي يعني ان حكم المحكمه الدستوريه محل نظر كبير يعني لما قدم استقالته الشيخ ناصر المحمد فأتى بدال الشيخ جابر المبارك تعين صدر فيه أمر أمير على فكرة لما صدر فيه أمر أمير بس لكن الوزراء كانوا سابقين فقالت المحكمة بأنه استعار
الوزراء السابقين، لا هم ما استعارهم، هم موجودين لان حسب الماديه 3 يكملون. فما ان هل نعتقد ان هذا يعني رئيس يعني رئيس الوزراء الجديد صار قدامه مشكله شيخ جابر المبارك، ان المجلس مو راضي ينعقد عكس الحين، يعني هو المجلس مو راضي. زين ما هو الحل امامه؟ الحل امامه ترى يعني مثل ما نقول تاريخ يكرر نفسه، التاريخ يرجع. زين هذا في ثاني حكومه في الجمهوريه الثالثه الفرنسيه، كان رئيسها واحد قال له ماك ماهون. زين البرلمان البرلمان اللي عنده يعني والحكومه كانت عنده يعني عينها رئيس الجمهوريه، يعين الحكومه يعني رئيس الحكومه بعد اخذ راي رؤساء المجلسين المسينة ومجلس الامه يعني معلوم. فاللي صار بانه ماك ماهون يبي شنو؟ يبي الدوله العلمانيه، يبي يشيلون هذا الشواهد على المقابر فرنسا الصليب بشيله، يقول لا ما في شيء اسمه مسيح ما مسيح وديانات ماكو، دوله علمانيه. فالمهم قال حق رئيس الوزراء قدم هذا الاقتراح، فرئيس الوزراء قال له لا ما اقدم الاقتراح هذا، احنا ضده اصلا. قال احنا الحزب الاغلبيه احنا ضده. زين قال له الحلال قدم وهذا، قال ما اقدم لك هذا الربعي ولا انا كان يقول حيل وقع وياي حل البرلمان، وقع وياي حل البرلمان حميد المرسوم مثل الكويت، يعني وقع عليه رئيس الوزراء ورئيس الدوله، فقال له وقع وياي حل المجلس. ايش قال له؟ قال انا رئيس وزراء وهذا الربعي، انا وقع لك على حل ربعي صدقك ما وقع لك. زين كان يقول ما توقع لي، كان يصدر امر زين باقالته شاله، وعين واحد ثاني رئيس وزراء، والوزراء موجودين لما تصرف الحجم الامور بقوا. فلما جاء هذا واحد ثاني سووه قال له وقع مرسوم الحل، وقع مرسوم الحل وحل المجلس. زين عرض الامر هذا نفس القصه هذه، نفس اللي صار بالكويت بالضبط. يعني الشيخ ناصر المحمد، الشيخ ناصر المحمد ما كان يمكن باي حال من الاحوال انه يوقع على مرسوم حل المجلس، لانه يعني كان يعتبر المجلس هذا كان محسوب عليه، مو مسوي المجلس يعني لا اسماء مش عارف ايش الى اخره. فما هو اخلاقه ولا من صفاته ولا من طبيعته انه يقبل انه يعني يوقع على مرسوم حل هؤلاء الاشخاص. فقدم استقالته لما جاء الشيخ جابر المبارك، المجلس ما رضى ينعقد، ما رضى المجلس يعني. فشنو كان امامي يسوي؟ كان امامي يسوي انه قال سمو الامير قال له حل المجلس، فوقعوا له. اللي بعدين المحكمه قالت بان هذا المرسوم غير مشروع، والمحكمه ما قالت ان هذا غير مشروع، ترى ما كان طعن الدستور على فكره، ما كان طعن الدستور في الموضوع هذا، لان المحكمه هي تؤمن باعمال السياده، وهذا ما تراكم المحكمه، هذا عمل من اعمال السياده. ولكن المحكمه الطعن هذا كان شنو؟ كان طعن انتخابي حق الاخت صفاء الهاشم. زين فدخل قال انا اراقب العمليه الانتخابيه واراقب مرسوم الحل واراقب كذي. زين ومن ثم انا اراقب مقتضياته، ان المرسوم اللي صدر اللي من بعدين صار الانتخابات هذا كان يعني مرسوم الدعوه للانتخابات بصوره غير مباشره نظره. وانا في رايي لا يزال هذا الموضوع يعني موضوع محل نظر، بل ان انا في رايي ان هذا كان مو يعني حل، قصدي يعني مو ما يتعين ان يراقب القاضي، فالقاضي ما يراقب اعمال السياده ولا احنا بكليه الحقوق وانتم كلكم قانونيين، يعني اول مثل يدرسونه بالقانون الدستوري والقانون الاداري حق اعمال السياده بالكويت او غيره، اول مثال يحطونه مراسيم الحل لما يذكرون اعمال السياده، لان هذه مساله في العلاقه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه، واحنا يجب ان ما نقبل بان القاضي يتدخل في الاعمال السياسيه، مثل ما قال الدكتور منور قبل قليل، ان القاضي في الحقيقه حتى لو كان هو يفهم بالسياسه مو رجل سياسه، هو رجل قانون، ما يصير تدخل في الاعمال السياسيه، لان 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 يعني الاعمال السياسيه قد يكون لها محاذير، قد يكون لها مقتضيات، قد يكون لها دوافع بواعث احنا ما نعرفها ولا مسموح لنا نعرفها، ومو من المصلحه ان نعرفها، مو لان احنا مو زينين، لا، لان هذه مسائل سياسيه، هذه بين السلطات. يعني مثلا من ضمن الاعمال السياسيه على فكره مرسوم اللي صدر مرسوم العفو الخاص، هذا عمل من اعمال السياده، هذا ما يراقب المحكمه، لان وين كان هو مرسوم المراسيم، هذه انواع، في مراسيم اداريه هذه يراقبها القاضي يلغيها، وفي مراسيم ذات طبيعه سياسيه، يعني المرسوم بتقديم مشروع قانون هذه مساله سياسيه،
قدموا مشروع المرسوم بتأجيل أعمال المجلس لمدة شهر، هاي مسألة سياسية هذه. وبالتالي يعني تبقى هذه، احنا خلينا نقول القضاء الكويتي قضاء مزدهر، قضاء جريء في الحقيقة، ولكن ما عندنا تجربة قضائية يعني واسعة في هذا المجال نستعير، يعني عشان كذي احنا نستعير من الدول الأخرى. ولكن الرأي اللي قاله الدكتور فواز رأي جدير بالاحترام جدا، هذا رأي بالحقيقة يعني أصبح يعني رأي قانوني ينظر إلى الواقع بالنهاية، إن أصبحت كأن الحكومة تتلكأ، الحكومة تستند على نص المادة 106، ما تحضر عشان ما في اجتماعات، من رغم إن الدستور كان حريص ما قال ما يتأجل حياته إلا شهر، وإذا أكثر من كذي ولا مثل مدته ونقطة في هاي، ثم بعد ذلك في حل مجلس الأمة، حل مجلس الأمة قال ينحل شهرين، وهذا حالات استثنائية، هذا حالة استثنائية مو حالة طبيعية، والشهرين ذيل ما دام الحالة استثنائية لا يقاس عليها ولا يتوسع فيها، ما يصير احنا نطبق يعني اليوم كأن الحكومة المستقيلة هذه هذا أوسع من شو اسمه، هذا أوسع من الحل، كان المجلس معطل معلق. ثم أن على فكرة فترة الثمان أشهر مالت المجلس العمرة قاعد تمشي تنحسب عليه من ضمن المدة المحسوبة، إذا في الحقيقة يعني هذه محاذير يجب أن يعني ندخل في مسائل في يعني نتعداها، والدولة حتى تستقيم المسائل تمشي المسائل، أن حتى مجلس الخدمة المدنية صدر قرار لا تعينون أحد، لا تعينون وظائف إشرافية ولا قيادية ولا مش عارف إيش، لأن هذا ما لأن هذه قد بعض الوزراء كان يعتبرون أعمال التصريف، بعض الوزراء يعتبرونها، لأن المسألة مو منضبطة. أنا ليش أقول ليش ما نقص مثلا نقطع الوريد ونروح حق المحكمة الدستورية ونكتب على ما أمل بهذا الموضوع حتى نفسر هذا الموضوع وننتهي منه، يعني مسائل تعيين بسيطة، يعني تعيين قضاة، طيب تعيين القضاة اليوم في قضاة بنعينهم، هل هذا من تصريف العجب نور ولا لا؟ هل نعطل مرفق القضاء؟ هل الدولة تحضر تنفذ الدولة الأحكام الصادرة؟ هل الدولة تحضر الجلسات ولا ما تحضر الجلسات؟ هل في تفويت المواعيد تقادم وتقادم كله يمشي الآن؟ هل الدولة تحافظ على ذلك؟ الدولة اليوم محتاجة مسائل مالية، هل تبرم عقود؟ هل مثلا المناقصات تبرم العقود اللي لجنة المناقصات ترسيها ولا ما ولا هذه كلها مسائل تحتاج إلى أنه نحتاج إلى حل. مثل ما يعني أختم فيها مثل ما قال الدكتور فواز وكلامه في متمة، أنه التجربة البريطانية حطت قواعد، هاي دول برلمانية تقليدية أحزاب سياسية، يمكن عدم وجود الأحزاب السياسية عندنا وهو أحد الأسباب هذه المعضلة، أن رئيس الوزراء مرة شفتوه قال أبي ناس تكنقراط، بعدين قال لا أبي أدور سياسيين أنا، زين علشان يرضي أعضاء المجلس ويوافقون عليه ويمشي تمشي المسألة، لأن الثقة بالكويت صحيح إحنا مو مطلوبة، يعني الوزارة ما تحتاج إلى ثقة البرلمان في أول يوم في أول جلسة ما تحتاج، بس لكن حتى تقدر تمشي خطوتين لقدام تحتاج إلى ثقة، ولا إذا قدموا يعني شنو السبب إن الحكومة استقالت؟ ما هو السبب؟ الاستجوابات حق رئيس مجلس الوزراء ما في شيء ثاني، قال إحنا ما نيجي إلا تصعد المنصة، لأن فإذا الاستجوابات هذه تؤدي إلى عدم التعاون وعارف، ومن ثم فإن يجب الحقيقة يعني أن نفكر أبعد من كذي، أحزاب سياسية قواعد للعملية يعني الديمقراطية تسير. آسف على الإطالة وشكرا. الله يحفظك يا رب. مجلس على وجهة نظري يعني مادة 107 تضع لنا حالة عملية في غاية الوضوح تؤكد أن المجلس من الممكن أن ينعقد ويجتمع ليس بسبب عدم حضور الحكومة بل بسبب عدم رغبتها في إصدار مرسوم الدعوة، وهذا تعطينا مثال واضح أكثر وضوحا من حالة الغياب عن حضور الجلسات الحالية، بمعنى أن الحكومة انتقاعست عن إصدار مرسوم الدعوة وفق المادة 107 للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات خلال ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإذا لم تجرى الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطات الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد. أنا أفهم من النص المادة هذه، وهذه المادة ترد على القول أن هناك عرف، أن العرف يجب أن يتكون له عنصرين لازمين، عنصر مادي وعنصر معنوي، عنصر المادي وهي
عملية التكرار، العنصر المعنوي اللي هو استقرار، أن يستقر في ضمير الجماعة أن هذا هذه الممارسة وهذا التصرف الذي تم تكراره مقبول. احنا شايفين أن يعني جل رجال الفقه يرفضون هذا الفهم، وأيضا رجال السياسة يتوعدون رئيس الحكومة بالمساءلة السياسية، ففي رفض أصلا لهذه الممارسة. الآن هذا النص يعالج امتناع الحكومة عن إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، وإحنا عارفين أن مجلس الأمة لا ينعقد إلا بدعوة من الأمير. طيب إذا لم يصدر الأمير مرسوم الدعوة خلال فترة الحل، خلال فترة شهرين بعد الحل، الدستور يقول المجتمع المجلس يجتمع بقوة الدستور، شلون نعلق استماعه على حضور الحكومة؟ هذا نص أنا أعتقد واضح وصريح على حق المجلس في الاجتماع في غياب الحكومة. بس هذا ونقطة أخيرة فقط أيضا بنص المادة هذه أيضا يعني بقراءتها بصراحة فتحت أفاقي للتفكير، وأنا أدعو السادة الزملاء بما فيهم يعني بما أنهم مختصين في هذا المجال أن يعلقوا على الفقرة الأخيرة من المادة 107. الفقرة الأخيرة من المادة 7 أيضا وضعت قيد عن وجهة نظري على حق سمو الأمير في حل مجلس الأمة لهذا المجلس الذي عاد بقوة الدستور، لأن المادة عجز المادة يقول ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد، وكأن المادة الدستورية توحي أن هذا المجلس لا يمكن حله حتى تنتهي مدته، وإلا ما الذي دعا المشرع الدستوري أن يضع هذه الفقرة لمعالجة مثل هذه الفرضية أن الحكومة تمتنع عن دعوة مجلس محدد، عفوا أن تدعو المجلس الجديد للانتخابات فيأمر بعودة المجلس السابق وينص على استمراره حتى ينتخب المجلس الجديد. هل هذا قيد على حق الأمير في إعادة حله مرة أخرى؟ المحكمة الدستورية عالجت جانب من هذه الإشكالية عندما ذكرت عودة مجلس 2009 في حكمها بحل مجلس 2012، وأكدت على تطبيق نص المادة 107 بعودة المجلس المنحل بقوة الدستور، ولكنها أضافت يعني تقرير ما كان لها داعي تقوله لكن ذكرته بالحكم أنه ما لم يقرر الأمير ما يراه وفقا للدستور في شأن استمراره. وأنا أعتقد أن وجهة نظر المحكمة في تلك الفرضية تتعلق بحالة مختلفة عن نص المادة 107، لأن مجلس 2009 مجلس الأمير لم يمتنع عن الدعوة للانتخابات بل أجراها في موعدها، لكن البطلان لم يكن بسبب بطلان مجلس 2012 كان بسبب حكم صادر من المحكمة الدستورية وليس تطبيق النص المادة 107، وبالتالي لا زالت هذه الفرضية قائمة وهي أعيد وأكررها تقييد لحق الحل، وهي الحالة الوحيدة وجهة نظري اللي فيها تقييد لحق سمو الأمير في حل مجلس الأمة. بس مداخلة بسيطة، بالنسبة لاجتماع مجلس الأمة المادة الوحيدة التي عالجت الاجتماع هي مادة 97. ماذا نصت؟ يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أغلبية الأعضاء الذين تألف منهم المجلس. نقطة، لم تتكلم هذه المادة عن حضور الحكومة ولم تتناولها. المادة 116 هي مادة فقط تعالج حقوق وواجبات الحكومة، لأنها بدأت لو تلاحظ بدايتها تسمع الحكومة كلما طلبت الكلام. طيب ليش ما يسمع الأعضاء؟ لأنهم بمثابة ضيوف شرف، بمعنى إذا طلب الكلام فورا يعطي رئيس المجلس، لكي لا يحرم النواب المنتخبين من الشعب الحكومة الحاضرة استثناء من الكلام. فبدأت المادة تسمع الحكومة كلما بدأ الكلام. آخر عجز المادة ويجب أن تمثل الحكومة برئيسها أو ببعض وزرائها. النقطة المهمة في مسألة عدم اشتراط حضور الحكومة هي المادة 87. شنو قالت المادة 87؟ اللي هي الآن أجرت انتخابات، انتخبنا 50 عضو، الحكومة شكلت في مدة الأسبوعين، يدعى مجلس الأمة خلال أسبوعين، فإذا لم يدعى يعتبر المجلس مدعوا بحكم الدستور في صباح اليوم التالي. أول دور انعقاد هو الذي ينتخب فيه رئيس مجلس الأمة، نائب الرئيس، مكتب المجلس، لجان المجلس، ويقسم فيه النواب. فماذا لو في اليوم التالي الذي أمر الدستور أمرا أن يجتمع البرلمان ما حضرت الحكومة؟ الشعب ما يختار رئيسه؟ ما يختار نائبه؟ ما تختار اللجان؟ هذا أكبر دليل على عدم اشتراط حضور الحكومة، بل للعكس يجتمعون وينتخبون رئيسهم وينتخبون مكتب المجلس ويختارون لجاهم حضرت الحكومة ولم تبعث.
هذا التفسير الصحيح للمادة 87 والمادة 97. أما المادة 116 منفصلة تماما عن مسألة الحضور من عدمه. وشكرا على أعتقد المادة 116 عفوا دكتور المادة 116 تتكلم عن حق الوزراء في أن ينيبوا عنهم موظفين في الرد على بعض الاستفسارات في متنها. نعم في نعم موجود. فأعقبها بوجوب أن تمثل الحكومة برئيسها أحد وزراء حتى لا يتخذ تتخذ الحكومة يعني عرفا بإرسال مندوبيهم ووكلاء الوزارات إلى مجلس الأمة، وهو جائز على سبيل يعني يعني وكيل الوزارة يملك أن يحضر نيابة عن الوزير، لكن ما الحق أن يشترك في التصويت. فهذه المادة أوجبت على الحكومة، وهو فرض قيد على الحكومة مو قيد على صحة اجتماعات المجلس، يعني واجب على الحكومة أن تحضر برئيسها وأحد وزرائها. أخيرا طبعا لا شك بأن يعني المادة 106 لما تتكلم عن وجوب حضور الحكومة، هذا الوجوب يعني وأنا قلت يعني مؤكدين ذلك الأساتذة المقدم يعني وفي كتبهم واضح المسألة. يبقى بعد ذلك أن هذا من ناحية ثانية أن العرف الدستوري والمفسر يعني ركن المادة وركن المعنى، ومن يقوله؟ مو أنا اللي أقوله، السلطات تقوله، هذا عرف دستوري. السلطة التشريعية هذا موقفها، هذا رئاسة المجلس هذه موقفها، والحكومة هذا موقفها، وهذا ما تم بالواقع وبالعمل. أما القول بأن الحكومة مثلا أفرض صار انتخابات وما حضرت الحكومة، هي ما تحضر الحكومة، هي ما يجتمع. ترى البرلمان في الحقيقة هاي يصير مسائل سياسية، يعني إذا 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 إذا, إذا, إذا الحكومة ما تجتمع عدم ما تروح، شو يصير؟ هني تنهض مسؤولي، هني سمو الأمير يتدخل. ليش هو الحكم؟ ليش هو أبو السلطات يتدخل هني؟ سمو الأمير يقول عن الحكومة يعني أنت بتقوض المجلس؟ أنا أقيلها. هذا بالحقيقة يعني العلاقة ترى بين السلطان هي علاقة سياسية مو علاقة قانونية، هي في جزء منها في مجرياتها علاقة قانونية، هي بالأصل علاقة سياسية، والحكم السياسي هو سمو الأمير فيها بينهم. إيه نعم الحكومة الآن هذه الحكومة ما تحضر وما تبي تحضر، شو يصير؟ والحل شنو؟ الحل هو إقالتها، مثل ما الحكومة ذيك ما حضرت فسوى سمو الأمير دخل حلها. صدق قال المحكمة قالت الحل غير دستوري، ومن ثم قالت هذا ما يمنع سمو الأمير إنه يحلها نفسه، وحل نفسه سمو الأمير نفس المجلس هذا يقدر يحله ويحله وحله. ليش؟ لأنه أول قال البطلان بسبب استعار، لك استعار هذا، لكن نحل مرة ثانية. اللي بقوله بأن فكرة يعني حضور الحكومة في دولة الكويت، يمكن إحنا من حيث الواقع العملي رأينا التمادي فيها، بس هي بالحقيقة هذا عرف وأصبح عرف حقيقي في التفسير. كما أن إذا الدستور يقول بأن المجلس يجتمع بحضور أغلب أعضائه، ما قال لازم يكون وزير وراه، ما قال بالمادة هاي، ما قال بالمادة هذه، معناته ما نقدر نسوي مجلس أمة بدون أن يكون موجود أحد أعضاء المجلس أو بالوزارة، نص أعضائه يعني الوزير معاهم ذاك ولا مو معاهم ذاك. هذه الحقيقة مسائل فنية، والدستور يكمل بعض البعض. احنا مثل ما قلنا النظام برلماني اورياني، ترى مو نظام رئاسي ان الحكومة محرم عليها تجلس، بل ان حتى يمكن في النظام الرئاسي يعني بامريكا، وان انا ما نقوي بالدستور الامريكي، يعني الدكتور فواز هو خريج امريكا ويعرف اكثر منا اكيد بلا شك، رئيس الكونغرس رئيس مجلس الشيوخ مالهم، من رئيس مجلس الشيوخ؟ نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الشيوخ مالهم، اللي هو البرلمان يكمل الكونغرس، يكمل البرلمان. فبالتالي يعني صحيح ان يعني احنا نقول بان الانظمه هاي تختلف، بس لكن احنا نظام برلماني لا طبيعه خاصه ان سمو الامير يسود ويحكم هذا، يحكم على ذا، مو مثل نظام البرلمان التقليدي ان تقدر تحضر بدونه، او ان ما له وجود، او ان حزب الاغلبيه يقول لا انا موجود داخل، انا لرأي، انا اختار، حتى الرئيس اتدخل فيه، انا اتدخل بالقوانين، انا اقدر اصدق القوانين، انا اقدر، انا عندي اعتراض توقيفي، عندي اعتراض مطلق بالنسبه لتعديل الدستور، انا مؤسسه دستوريه، انا مو بس رئيس دوله، انا سمو الامير ترى رئيس الدوله، وهو ترى رئيس السلطه التنفيذيه، رئيس السلطه التنفيذيه بالكويت منو؟ مو رئيس الوزراء، سمو الامير هو رئيس السلطه التنفيذيه، ومن ثم وجوده فعال، وجوده كبير في الداخل. فعدم عدم حضوره وان المجلس يجتمع ويصدر قوانين ويصدر قرارات ويسوي شلون بدون حضور جزء اساسي من تكوينه. وهذه فلسفه
قيام الدستور الكويتي. يعني فلسفته الدستور الكويتي أتى في 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 وقت بأن كان كان كانت الأسرة تملك كل شيء. يعني فهذا في صار في هذا العقد بين الحاكم والمحكوم بأن أعطيك أنا وتعطيني وشو في هذا التوافق. بس مو معناته أن الأسرة تقوى مني، أنا وياك، أنا وياك مع بعض. يعني ومن ثم حضور الحكومة وجوب من هذه الناحية، من هذه الناحية ناحية فلسفة الدستور الكويتي. ثم أن يعني النص هذا يجب، ومن ناحية ثالثة أن كأن في عرف صار، عرف هذا وهذا الحاصل. وقلنا مثل ما قلنا الأعراف، يعني العرف التجاري من يسوي؟ أنا أسوي العرف التجاري، التجاري يسوونه. يعني العرف العرف الاجتماعي من يسوي في القضية الاجتماعية هذه؟ هذا العرف الدستوري من اللي يسويه؟ يسوي الحكومة ويسوي المجلس. يعني إذا عضو عضوين اليوم ما وافقوا كانوا أول موافقين، مو العرف هذا ما يختل. هذا 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 الحاصل، ولا من عقد المجلس. بل إن حتى يمكن نحن شوفون لو شوفون تشوف دارون رئيس سعدون، يعني في كثير من الجلسات الحكومة لم تحضر، طق المطرقة ويقول رفعت الجلسة لأن الحكومة ما حضر. والتمادي يخلينا نفكر تفكير ثاني. يعني إنه يمكن يصير شعور، لأن هذه الأعراف هم تتغير ترى. يعني قد يصير شعور بأن خلاص إحنا يجب نشيل هذا العرف ونخلق عرف جديد، لأن الأعراف تتعدل مو نصوص مكتوبة. شكرا جزيلا، شاكرين لكم حضوركم واستماعكم، وشكر الأكبر لدكاترتنا اللي أثرونا في هذا النشاط اللي قامت فيه جمعية المحامين، وهي ندوة الوضع في تشكيل الحكومة والموائمة السياسية مع ما يحدث عندنا في الساحة الكويتية. كل الشكر لكم، ونلتقيكم إن شاء الله في أنشطة وفعاليات أخرى. كل الشكر لكم.